أشاد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتجربة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة. قال الواعر إن مصر تمتلك الخبرات والقدرات الكبيرة في قطاع الزراعة والغذاء، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة وليس في مصر فقط. أكد وزير البترول طارق الملا أن انتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي والتي بلغت قرابة 1000 محطة يمثل نقلة نوعية حقيقية للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وخلال افتتاحه محطة التموين المتكاملة بالقاهرة الجديدة، أشار الملا إلى أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمي في تقديم الخدمات والتسهيلات، ومنها السداد الإلكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة. وأكد الملا على أن المحطة الجديدة بما تقدمه من خدمات متكاملة ومتنوعة تأتي ضمن خطط انتشار المحطات على المحاور والطرق السريعة لخدمة قائدي السيارات والمناطق المحيطة. أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع لتتصدر بورصات الشرق الأوسط في أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه ليغلق عند 2.198 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 32919 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان وذلك بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 7404 نقاط. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة. أظهرت بيانات حكومية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.3% في الربع الرابع، مع تراجع النشاط النفطي 16.2% عنه قبل عام بعد تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام. من جهتها أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 انكمش بنسبة 8.1% مع تراجع النشاط النفطي 9%، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4%. Thank you.